لأن قل لي من تجالس أقول لك من أنت، صاحب خيار الناس تنجو مسلمة، وصاحب شرار الناس يوما فتندم. وإذا ما صاحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصاحب الأرض فتردى مع الردي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حتى في مكة صاحبه أبو بكر الصديق لم يسجد لصنم قط، لم يشرب خمرا قط، لم يتعامل بالقمار قط. كذلك النبي كان يعتزل شهرا كاملا، وهذا هو الصحيح، شهرا كاملا في الغار. من الذي يعد له الطعام؟ خديجة تعد له السقاء. ولكن أنه هذا الشهر كان في شهر رمضان، لأن هذا الثابت في قراءة التاريخ كان في شهر رمضان.